السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيداتي نساتي سادتي مخداتي ووسادتي، أما بعد مرحبا فيكم في حلقة تربي كفايف. اليوم عندنا اليوم يوم تربي كفايف، واليوم عندنا شيء جديد وهو البنك. أريد أجهز عنا البنك ونبى نبني عليه مدينة شاطئية. شو اسمها الحلقة؟ مدينة الشاطئ يمكن؟ يمكن؟ ما أعرف. نبى كهرباء في المنطقة، على الأغلب ما راح استعمل شيء في الشارع هني اللي وصلنا كهرباء. المنطقة هاي بتنبني على أساس البنك. البنك شو يسوي؟ خلنا أخبركم. البنك يا أصدقائي هذا كاستم أوفيس. إمبروف بروسيس إكسبورت تريد. نايس، هاي عدل سعر البضايع المصدرة. هذا مكان حلو هني، او ممكن نحطيه لا هني، هني مدخل ما نبي نعدل، لازم نعدل الشارع هذا. ليش ما معدلنا؟ انزين بنحطيه هني جنب السفاره، ولا سوري كاثوليك مانشن السفاره وراه. انزين البنك بعد ما اخلص، وين البنك؟ لحظه خلنا نكنسل هايل، نسوي بنك لان احنا نرتب المدينة. اوكي خلنا نتفق على هذا الشيء. انزين المدينة راح تكون مرتكزة على البنك، لان البنك مفروض انه يعدلنا الاقتصاد. البنك شو يسوي؟ لازم لازم شو اسمه، ما يستوي، لازم فلوس. اول شيء بيع بيع يا ابني، بيع اللي قدامك وراك، اهم شيء شو اسمه. انزين ما خلصت انا هذا من المره الماضيه صح؟ والله ما خلصته، وحط المباني كلها غلط. خلني اهدمهم، خلني اهدم المباني هاي بما انها بعد ما انبنت، ونحطي اصلا ما يستوي. ترى عادي رجع لي فلوس مش قضيه. هذا بيكون داما نبول. هنا يستوي الوسخ. اوكي خلي اشوف المشكله في المكان، يعني ايوه المشكله في المكان. اذا هاي المشكله بنحلها الحين عادي، مو مشكله. هني بنحط الدكان بنغطي العيوب. الحين نبى حليب بعد زياده، ونبى لحم زياده، مو مشكله. انا ابى اصلا فائض حق التصدير، هذا كتل اللي هو العجل يعطينا لحم وحليب. انزين طبعا بنيه بشارع من هذا المكان الى، خلي الشارع يكون شوي رومانسي. ها ما في رومانسي الشارع هذا. ابا يركب هني، انا ما بيركب مكان ثاني بصراحه، ما بيركب مكان ثاني. ويت انزين خلني بالشارع من هنا. ايش اكتب هذا بالشارع كامل؟ لحظة خلي يمشي على الحواف احسن. ايوه والحين بالضبط الشارع حلو صراحة، لونه زقزاقي شوي بس ممتاز. انزين ايش اخبار البنك مالنا؟ مدينة البنك، البنك راح يكون البنك وسط عماير. عماير اظني بحطي، خلينا نحط الشارع هنا اول شيء. حطينا شارع مايل، حطيت تقسيمات كبيرة، مش مشكلة، مش كبيرة وايد بس زينة. مدينة جاية فكرة انها على شكل الشاطي، على اساس لو امتديت على الشاطي الحين اسوي مباني تجارية اي شيء بسوي حق ترفيه حق هالسوالف، يكون سهل ولذيذ. يعني هذا بيكون عندنا
لا ما بحط شيء هنا، بس هذا يمكن من الحكمة اني اسوي له تقاطع. زين، نحن الحين نبا هني في هذا المكان. اول شيء مركز شرطة. مركز الشرطة وين بيكون؟ على الشارع اللي رايح للكرنيش. اوكي، لازم يكون عندنا كرنيش، هذا اهم شيء. وابا الشارع يا يدين، ابا يمشي مع شكل البحر شوي، تي جميل شوي. زين، اذا طلع شارع من هني، ايوه نايس دد، نايس دد، عايب اني صراحه اشوفه حليو. انزين، بنحط الشرطه هني. هني اي، هذا مكان حلو في الوسط تقريبا، مش تقريبا، في الوسط مزروع. بنحط خدمات، دكان، دكانين، دكان، خلي على، لا على هذا الشارع الداخلي. نبى دكان ثالث ما ظني، نبى عيادة حق المكان. العيادة هني، بتشلنا عيادة، ونبى عيادة في هذا المكان. بعد شو نبى؟ كاثوليك ماشن. اوكي، كاثوليك ماشن خله هني صوب البحر قريب، مش غلط، احس فكرة حلوة. زين، شو اخبار الكهرباء مالنا؟ الكتريك سب ستيشن يبالي 2000. We can without no cheating. احنا 80%، ما بنغش، ما بغش في الانتخابات، لان اصلا شكلي فايز بقوة. يا مع نفسك يا عمي، مع نفسك والله. Accounting 6 months، يبالي بعد، يبالي وقت. انزين، ها مش محصل بيت سكن يعني؟ ليش تروح ابني؟ عندي بيوت، انا متاكد فاضيات بعد. لا والله فل، فاضي، ها بيتكلم بعد. زين، العماير بعدها بدري عليهم، يبانا الحرب الباردة نخلصها فشوي، يبالي وقت. زين، الحين شو كنا بنحطي؟ لوجن كومب عندنا هنا، فزنا، خلاص فزنا. هبات هذا الاوبزرفري، شو الانكم مالنا؟ تعبان استوى صح المدخول. انزين، هذا المكان بالطبع اكيد 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 يباله، اللي هو مينا. ابا مينا، وين مينا؟ مينا والله في وايد شغلات ما عندي صح. يبالي ابحاث مطولة والله، مش شوية يعني، وايد يبالي. مينا هذا موجود بس ما عندنا فلوس، لكن يبالي ابحاث والله مطولة يعني حبتين، مش بكل بساطة، يبالي شغل شوية. زين، اوكي، يقول هذا وان الغنم ياكلون كل شيء، خليه ياكلون يا اخي، نبى حليب. زين، نبى ان هذا انه عندنا كل شيء. نبى نحط يصدر بعد، انا هذا المفروض يحل لنا وايد مشاكل. خلينا نسرع اللعبه شوي، ها المفروض يرفع اسعار التصدير مالنا، يحسن علاقاتنا، يسوي وايد امور، which is really 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 nice. اوكي، نبى تبادل تجاري زيادة، خلنا نسوي هذا، نشوف كم بيرفع لنا السعر. المفروض يريحنا في التصدير. خلنا نحط مينا، احس هالزاوية بتكون مش عكيفي وانا حاطي شكل دا. اوكي، هالزاوية أحس بتكون زينة مرة، في زاوية المدينة بعد. اوكي، مكان حلو، مكان فنان. انزل،
المفروض يعدلنا الاسعار، يسوي لنا شغلات، ولازم نحطي مكان ثاني اصلا يعني عشان ما يسوي زحمه. زين هاي ايش اخبارها؟ قبل لا اكمل بناء هاي المدينه شكلي بهدم هاي اللحظه. 1 2 3 4 اهدموا هاي. وها شو دكان خله، مو مشكله. هاي اللي بنبني لهم شقق الحين، بس شو بيستوي الشقق مالهم؟ مكان كبير والله الشقق. 1 2 ما يقعد الثالث. اوكي ممتاز. 1 2 4 شقق بينهن الشارع، الشارع الوسط. يمدينا نحط باركنات بعد اذا نبغى، بس هلا اخلي الناس اللي برا ساكنة الحين يسكنون في بيوت يكونوا امور طيبة. اوكي عندنا بنك الحين، بنسوي البنك. بنك بدنا نعمل البنك. اوه جايتني سفينتين. زين ندخل في موضوع البنك. البنك يا اصدقائي، اوكي هذا يطلع لنا فوايد من الفلوس اللي موجوده عندنا في الوديعه، تريجري ولا ما اعرف شو اسمه. زين خلنا نحط لنا بنك. اوه لحظه لحظه لحظه، هذا البنك يباله شغل. اوكي يباله البنك، والله هذا مكان حلو حق البنك. 1 2 اوكي ابى اخلص واحد سرعه، بس مو عندي فلوس. هني يبالنا عماير اذا السالفه، اذا الموضوع بهاي الطريقه. دقيقه دقيقه دقيقه، ما نبى مصنع مجوهرات، نبى متى بفتح العماير؟ لا مش مودرن ابارتمنت اللي قبله، وين صار اللي قبله؟ عندنا نحن واحد قبل العماير، ما ادري اللي هو. شو اخبار التريد؟ فقر في شارع مهني مدهم في بعض. اوكي هذا بيطلع لنا فائده من الفلوس اللي اصلا قاعد تمشي في المدينه، ولا يعتبر هو قصد الخزانه، ما اعرف شو قصده في الخزانه. تريجري تريجري تريجري، خلينا نشوف. اوكي باور اوت بوت كم نستهلك، حلو. نبى كهرباء بعد، في كهرباء لوين مصر؟ يبغالنا كهرباء حق البنوك لازم، ها شيء ضروري. حطي لي واحد هني بيوصل معظم المنطقة، بيريحني شوي من العذاب. تعال اشتري عندنا، اشتري 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 كل شيء، اشتري كل شيء، اشتري كل شيء. هي زين نبى 1 2 1 ان شاء الله يستوي مكان ثاني. اذا ما استوى لا، تعال شو بسوي؟ ويت بهدم هذا، بسوي تقاطع من لحظة هذا الطريق. ما اعرف اذا بيستوي الطريقة هاي. اوكي بهدم هذا بس على سبيل التوازن. اعطي هذا هنا سيده، ونحطي لنا بنك زياده هني. والفكره الحين بتشوفون شو الفكره اصلا. وبنحطي لنا حديقه في الوسط، دائما انا انتهي بمكان زياده، حساباتي في البطيخ والله. زين اللي بسويه بغطي على المشكلة هاي، او انه حركة مقصودة، قصدي الحركة مقصودة يعني، فهمتوا؟ تعرفون بس يعني هذا من ابداعات التصميم، التصاميم الخليلية، ان نحن نقدر نرجع المشكلة. زين ابى بنك واحد ينبني، نبغى فلوس، نبغى فلوس. تعال يا ولد نبغى فلوس، وانا قاعد اصرف الفلوس كلها تراني. دكان
budget. Gone. We discovered a way to decrease casualties in battle. Okay. عندنا مهام إدارية عسكرية زيادة انفتحت. انزين. فخلنا اللي نسويه مهام إدارية عسكرية. خلنا نشوف الميليتري. ما أقدر. ما أقدر. للأسف لا أستطيع. زين خلنا نسوي هذا نستنت فنش. نبي نشوف شكله على الأقل. يوه. والله جميل. عجيب. عجيب. هني بسوي عماير عماير ديكان باركنات باركنات مدارس عماير جنبه. لا اوكي اوكي التصميم زين. هني بخلي فاضي حق العماير اللي بتطلع ايداد. ويمكن اسوي هني على الكورنيش شارع بس حق القصور مش حق هذا بس حق القصور. انزين هذا شي يسوي لنا فايدة بادجت. اوكي زين وين الترجري مالي؟ والله تصدقوا ما اعرف وين الترجري اصلا مالي. شوف العلاقات الدبلوماسية مالنا كيف. اوكي لازم الاينس كونفيرم الاينس. اوكي عندنا سفارة نحن صح؟ بنعزمهم على سفارتنا. شوفوا عندي مشاكل انا هنا. دبابات قاعد تهجم علي. دبابات ليش؟ كيف عندي كيف في دبابات تمشي يا حبيبي؟ استوات خلها اذبحهم اذبحهم انتو هاي اذبح هالجنود. انا بعد عندي دبابات شوفوا هجموا 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 على الحيوانات هاي هجموا عليهم. انتو دباباتي عندي دبابات ما كنت اعرف ان عندي دباب. وين شرد؟ تعال هناك تعال هناك في حرب. اهجم سير هناك اهجم. انمي سكواد اذبحوهم ما تضاربوا وياهم. والله ضاربوا وياهم يوم عنا ابراج ما تضاربتوا وياهم. شو تبى انت ربني وعزم ناس جانب بنينا وعزمنا وخلصنا من غيرك. اوكي ابني ما ادري شو خربطان بنبني. يلا تور كسروهم. والله كسروني مش انا اللي كسرتهم. والله جيشي مسخرة. والله مسخرة سبهللة دشوا علي يا حبيبي. اذا خسرت الجيم والله ازعل والله ازعل والله ازعل. عادي اكنسل كل شيء عاد كنسل السلسلة. يا حبيبي قسم بالله انه حرام. زي كيف اهجم عليهم؟ كيف اسوي اي شيء؟ والله انه مسخرة. هذه مسخرة. اذا هاي الفازوا علي هاي مسخرة. والله. زين ما اعرف شو السالفة بس. خلينا نطرش سفير عنا هناك. زين طرش سفير. اوكي انتقلنا للحرب الباردة. بس المشكلة هاي اللي الحين قاعد يهجمون عليه ولا خلنا نسوي علاقات دبلوماسية شوي. خلنا نصدر صدر حق الربع. عندي كاكاو ليش ما اقدر اسوي تريد؟ ليش ما اقدر اسوي تريد؟ والله حسيت اني على وشك الموت.
الدنيا غدرت فيني. نبغى نعلم المساجين، هذا حق المساجين. وين المعسكرات مالنا؟ ايوه هذا مكان حق برا مدرسة عادة. والله يطلعون يذبحون اليهال كلهم. ها اني قتلت الاطفال يا غلام. انزين حطينا السجن. بنحطيه مستشفى. نايس نايس. هذا شو؟ هذا اسمه كابن، يعطيني مكان. اوكي ها فندق يعني، نفس فندق يعني. عجيب. خله ما بنحطه هني لحظة، ممكن نحطه هني بس مش الحين، مش الحين، ها وقته غلط تماما. هانج جلايدن كلاب. ها شو يسوون؟ اي ها اللي يطيرون. عجيب والله، في شغلات حلوة الصراحة. انزين هالمدينة راح تنبنى على اساس الاثار اللي موجودة. لا هذا لازم مكان معين. اوكي انا اسف. العيد والله اجيب العيد. ناشونال بارك ما بحطي. بيتش سايت. عجيب عجيب والله، فتحوا لي شغلات جميلة جميلة. سي سيرك عندي، هذا في الحقبة الجديدة. انزين فتحوا لنا الشقق، قلت لكم في شقق. انزين عند البنوك بنحط الشقق طبعا. الحين دائما في ناس قاعد توصل عنا شوي 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 شوي، في ناس توصل. ف من الحكم انكم محترم شوي. اقدر اهدم هذا لحظه؟ ما اقدر صح. اوكي مو بسيتي سكاي لاين، ما رمش لي شيء ابغى اشله. خلينا نشوف العماره يا جماعه. كوك بيلت 6000. لا حرام، ببني غيره، ببني غيره، انه ما عندنا وايد فلوس. زين بنبني وراه شقق. زين ورا الشقق، شقق غير ورا، بنبني باركنات. شوفوا هني، هذا بسوي مدخل حق خص. ولا بروح ابي الحم لحظه وكبلت. اوكي بروح، بروح استوى بارك كان باركن نايس. وبنحط الشقق بعد هني عند الباركن. هاي كلهم حق الباركن، هاي ترى كمية كبيرة من الناس. حلو، بنحط مكتب بناء هني، لازم بنحط لنا مكتب بناء آخر المدينة هني برا عند عند المنجم أظني، عند المنجم مكان زين. والحين ما بنحط شيء، بس بنتريا شو. لحظة، هذا اسمه اشتغل ولا لا؟ ما اشتغل، وما اشتغل سبة الشارع. لكن ويت، هذا معناه لازم نتري سفينة. سيارات غيرتها، سويت سيارات أحلى. واو شوف الباخرة الجديدة، عجيبة الله، عجيبة فنانة حلوة. شوف شوف محلاها، شوفوا والله شوفوا محلاها. شوف جالس ينزل كونتينر. عجيب، بس الكونتينر غاص. يلا ما حد شاف، ما حد شاف، ما حد شاف. اوكي ما حد شاف، خلينا نحط شارع. زين ونحطي هني حق هذيلة. شو كنت بحطي انا؟ لحظة، متحف مش وقتك. لا صبر، بحطي متحف قدام البنوك بس صبر. ابي احطي جولري وركشوب. هذا مكان حلو حق جولري وركشوب، لانه كان حق المجو. ايوه كنت اتمنى انه يركب. ركب نايس، بس ما اعرف شو يحتاجها اساس، ولا ينتج هذا ولا بس محل. هذا بس محل اوكي عند الدك. لا هذا مصنع، بس مصنع جوهرات احس عادي يكون في نص المدينه، ولا ايش رايكم انتم؟ اوكي الحين نتريا نشوف اول عماره. بشوف العماره. هذا واقف برا دلوع بعد، ما يبي ينزل تحت صح؟ وايد دلوع. زين انت ما اشتريت كل شيء عندي ليش؟ لو سمحت خمس سمان كله. خلينا نسوي تبادل تجاري.
عندي سفن كلها موجودة. بنصدر حليب 1500 حقهم، والله حلو. ما عندي، ما بقى ما بقى أصدر، ما بقى أستورد، أبقى أصدر. أوكي، محتاج علاقات دبلوماسية، ما عندي علاقات دبلوماسية ويا أي حد. لحظة، تعال أنت شخبارك؟ ابني هاني كاندا، ما أعرف شو هذا. أوكي ببني، لحظة. Invite country USA. Delegating. Praise who she say we. Actually want to praise USA in order to improve foreign relation. Cancel. Expel. Okay, خلنا نمدحهم أظني. أظني هذا يقول خلنا نمدحهم. Okay. USA. بنسوي تجارة مع أمريكا. العداء. يقول لي قلل عدد المصانع الاثنين. Abandon، سوري مشكلتك، انا اسف. انزل، نحن دخلنا الحقبة جديدة، هي الحرب الباردة على ما هم كاتبينه. انزل، وجابرني اني استورد، وانا حاليا مش في وضعية تخليني استورد اي شيء. بس خل لحظة، خلنا نسوي هذا، نستنى ابغى اشوف العمارة. جميل عجيب، وفي حد معلق ثيابه بعد. زين ما حد سكن للحين، كيف معلق ثيابكم؟ تستهبلون علي شو؟ انزين، نبغى نحط لهم education، بس education يبغى له فلوس طبعا، واكيد انا ما عندي فلوس. متى عندي فلوس؟ اي لعبه اقولوا لي متى كان عندي فلوس. انزين، خلينا نزيد ميزانيه، نزيد ميزانيه. تم اصرف، انا عندي مبدا اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب، وهذا اللي موهقني دائما اوهق نفسي في الشغله هاي. ليش هنا تشوف شيء احمر؟ مش عاجبني الوضع، والله مش عاجبني الوضع. لانه الحين لحظه، هذا في شيء، في حد يجيب سمان هنا؟ والله في سمان ب 3000، زين يعني. في حد ساكن هنا؟ نريد الميزانيه. اوكي بنحطي، ما عندنا 5000 حق مدرسة؟ لا ما عندنا. زين هني في حد بي؟ اي ها بيخم الدنيا عادي، ما عندك مشاكل. زين، بدأت تشكل عندنا شوي مشاكل بخصوص الأموال. نقدر نسوي أبحاث، نقدر نسوي بترول. نقدر نطير مطار، هاف فورنرز، ما خلص. زين خلنا نبني مكتب جمارك. سوبر ماركت عندي، اوه عجيب. وين مكتب الجمارك حاطينه؟ نوكلي بور بلانت عادي، هذا نيوكلير، هذا نووي. بس عندي وين مكتب الجمارك؟ ايكونومي، ايوه هذا هو. يبون 6000. اذا انا بيني الدفعات بالطريقة هاي، 12000 8000 تريد. الحين اقدر اصدر لهم سجاير. روح، ما اقدر، ما عندي سجاير. كيف اصدر لهم سجاير؟ استهبلون. والسيجار 4002. اويل ما عندي، اصدر، ما بصدر اويل اصلا. هصدر لهم سجاير زيادة. زين، وبستورد، ابى استورد منهم شيء. ابى استورد من امريكا شيء على اساس احسن علاقات دبلوماسية مع امريكا. مره مستورد من عندهم. وزين مو مشكلة، بتحسن مو. عقبها نحن عندنا يوكي قلنا صح؟ لحظة تريا، اوكي يبالي 3 شهور عشان اي شيء دبلوماسي بجديد. فخلني
نتر الغاز ما عندي هذا كله اصدر لهم، انا بستورد الحينه اللي هو هل نستورد توباكو لانه رخيص يعني في نهايه اليوم، هذا توباكو بيتحول سجاير، انا ما ابيع سجاير عندي، خلهم بيع على الامريكان، خلهم شعبهم يدوخ مش نحن. منو جاينا يا حبيبي؟ وين زين؟ منو اللي بيهجم علي؟ لحظة، ما تشوف حد بيهجم علينا؟ زين حسن علاقاتنا مع منو؟ USSR. شو اسوي؟ ما عندي فلوس. شو اسوي؟ لحظة، ما عندي فلوس. اوكي. تقول مستانس انه في محل مجوهرات. اوريدي ساكنين وايدين، ما بزيد ميزانية، يدورون عماير. بس هذا خلنا نزيد جيب كواليتي موله. بس مش يعني الوضع يثير القلق، لانه يقول لي انا على باب حرب، ومعناه اني انا في مشكلة عويصة. لو انا عندي ناس ساكنة وعندي كل شيء، بس ابى اتجنب حاليا اي حرب، بس ما اقدر اتجنب حرب بالطريقة هاي، بنجبر اني اسوي حرب. اذا انجبرت اني اسوي حرب باكل تبن، اخسرك مياه يعني. ايوه الحين استوى عندنا بترول، نايس. امريكا يعني استوى اكبر مستورد بترول في العالم فعليا، انا اتكلم حتى مش في اللعبة، فاظني انهم بيستوردون عندنا يعني بترول وايد، يعني مش قضية. هزيد ميزانية هنا، خلينا نزيد الانتاج، وان شاء الله يكون عندنا كم يباله فلوس حق الاويل ريفاينري. 14 اويل ويل، 6000 في بالي، 6000. اذا فرض ان احنا على الخسارة اللي قاعدين نمشي عليها بالطريقة هذه، انا ما راح اكد خير، بس اظني في تعويض يعني تجريب يعني. بس حتى تعال انت اهدمه، ما بقى هني بحط الشقق بعد زيادة. في ناس ساكن هني، في ما حد ساكن هني، ليش ما حد ساكن هني؟ ما عندنا ناس كفاية. لازم افكر في الموضوع 20 مرة، لازم افكر في الموضوع عدل. الحين توباكو، وين السيجارة اللي انا اساسا المفروض اني اصدرها؟ ليش ما ينتجون عندي؟ شو السالفة؟ هذا ما حد يشتغل فيه ولا هذا ما في له شارع؟ شو السالفة؟ اقول خليل ديزاينر مو زين. انت سيجار كم ينتجون؟ اوكي انلوكت اوتوميتد لاين الى اخره الى اخره الى اخره. انزين الحين هني ما عندي شيء اسوي له ابجريد، صح؟ ما عندي ابجريد. ابى اطور، ما يستوي. نبى نطور من الوضع، لأن وضع مزري، الوضع حاليا مزري شوية. اوكي عندنا مبنى جديد فتح، لكن هاشيبا جولد انبوت يا حبيبي. زين خلينا نستورد ريت. عندي 3 كونتراكس، ها موضوع ثاني.
إذا عندي ثلاثة كونتراكتس أبو ماين جولد ماين جولد ماين آه هذا جولد ماين أوكي موجود 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 منجم ذهب عندنا ما في منجم ذهب أقرب ترى نبدأ اللعبة لازم يا استورد حق أصنع ما عندنا لا شكله بس هذا المنجم الذهب الوحيد اللي موجود وحتى ما عندي فلوس اني ابني عليه ويت 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 في عندي هني مبيعات بس هذا ما قاعد يشيل مني السامان اللي بعشرين الف اللي محطوط قاعد يشيل سامان بثلاث الاف ويروح انزين نبا ما استشتري السامان كله انت بعد ممكن تشتري السامان كله خلنا نبني والله من جميع لحظة زين We tried to discover democracy. اوكي اوكي فهمت لحظة الحين لازم مني بناس زيادة بس الوضع في ثورة عندنا عندنا جيش بيهتم في الثورة لحظة الحين احنا نبغى نسوي الاساسيات اللي عندنا منجم ذهب منجم الذهب بيكون خيب الطريق خيب هني طريقة بعيد يا حبيبي وايد بعيد 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 ها شو ها اوكي هني الانشنت رونز زين بحطي ابى احط بترول على اساس ان البترول بيدخلنا فلوس بس ما يستوي عندي فلوس سيدة بحط البترول بحل المشاكل يعني ازمة اقتصادية و خلنا نشوف شو اخبارهم هاي طيب يا العصابة مافيا مافيا ضدي حرب في نص الشارع خيبة ما قاعد يهتمون انت شو تبين شو تبين يبغاني اكسر كل المناجم هاي تحب البيئة كل شوي حاشرتني البيئة خفف عندي جيش خيخة تعرفون شو خيخة جيش ما منه فايدة جيش كترة جائزة اكثر جيش في العالم بحصل انتخابات بعد كل سنة انتخابات ذبحتوني اشوف 80% اوكي اوكي خلنا نحط هذا اوكي ناس يحبون هالاشكال زين ابى فلوس ببني شيء يدخل علينا فلوس ممكن اوكي اوتوميتد ماين لحظة يعني لحظة خليني افهم هذا مبناي صح في لحظة استوى ما عندي فلوس في ثانية كان عندي فلوس ثانية اللي بعدها ما عندي فلوس تعرفون الاحساس هذا اكتر احساس في العالم اكتر احساس في العالم المشكلة عندي بضائع ستري انها تتصدر ما حد قاعد يصدرها لي ما حد قاعد ياخذها عني لحظة قاعد يشتغل خلنا نزيد بيسوي لهم شاك اي شيء اذا سووا لهم شاك سهني ولا هالسوالف المفروض هذا يطلع لنا الصراحه لا المفروض يطلع لنا فلوس لحظه عندنا سفن هي في سفن قاعد تحمل هني نايس اول شيء نبني خلنا نبني يسار اوتوماتيك ماين خله
ما ينبني فوق هذا. لازم يكون ينبني. اوكي لازم ينبني مثلا فوق هذا. لحظة تريا انزين وشل هذا شارع واجرب احط مكانه منجم التماتيك اللي عندي الحين في سفنيا. يا بتشل عندنا فلوس ما عندنا مشكلة بس خلنا نجرب هذا كيف وضعه. انزين هذا كم في فلوس؟ في 6000. قاموا يجون سفن هنا حلو يعني السفن قامت تعتمد على المكان هذا كمكان واللي هو شيء طيب. بيوزع اول شيء الزحمة. ثاني شيء بيشحن بالسفن اكثر بالتينة. بنشحن اكثر بنقدر نصدر اكثر بنقدر نسوي وايد شغلات اكثر. بعدين منجم الذهب ما نشغل قاعد ينتج ذهب. بعدهم هاي كل شوي الربلز يهاجمون ترى يعني ذلوني ذل. لحظة نبغى المجوهرات. هذا مخسرني وايد ترى بس الحين من يوصل للذهب مفروض الخسائر ماله توقف شوي. انا ما انتبهت لموضوع الذهب الصراحة الا متأخر. مفروض اني انا انتبه للذهب قبل. عندنا مطار. بنفوز ما علي بنفوز. وقفوا المظاهرات انتم بنفوز. احنا اهم شيء عندنا هذا يبدا ينتج وهذا وايد بعيد لنا. زين فزنا نايس. اوكي الحين قام يحصل ذهب يعني معناه بنبدا نبيع الذهب شوي شوي. اذا بعنا ذهب معناه هذا شيء غالي دخل علينا فلوس والدليل انه على طول نقدر نحطي. ها اوكي سوري. واحد زين نبا لحظه في شيء انا نسيته بس استراكشر الكتريك. خلنا نحطي محول كهرباء هني. هذا انستنت بيلت خلنا نشوف المفروض يسوي فرق عندنا. اوكي ممتاز استوى عندهم كهرباء الجماعه. انزين وين الاويل ويل خلنا نشوفه. اوكي الحين يبالنا اوكي الريفاينري يبالنا اللي هو ب 14000 وشويه. بيستوي عندنا فلوس عادي امور طيبه. انزين كان عندي مكان ثاني في بترول. نسيت وين كان البترول الثاني. هي تبي هذا هو ايوه. اشوف تحت طايح ذهب. شو شكله ذهب صح بس مش ذهب. الحين هذا يصدر ذهب وهذا يستلم الذهب. اوكي الخسائر مال هذا 16000 قاعد يعوضهن شوي شوي. واستوى عندنا في التصدير ذهب لا جولري مجوهرات لا. اوكي يعني اوكي يعني قام الحين خلينا نشوف شو اخبار التجارة مالنا. اوكي ياسين نصدر ونستورد توباكو عشان نصدر السجاير. اوكي التصدير بيشتغل عندنا شغل حلو الحين ما عندنا مشاكل. توباكو اظني هاي بيكب في 3000 هم يبون 1000 يونت كل 1000 يبون ما عندكم مشكلة. انزين الحين اللي اباه اني احطي بترول فاكتوري فارم برديوس انيمال برودكتس. اوكي نايس. انزين خلينا نبني هذا ونبني هذا نزيد اللي دون في البترول. هذا دخلنا وايد فلوس فلوس يا حبيبي فلوس. انا اظني الحلقه وايد طولت يا جماعه وايد طولت اتحمست. لا 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 30000 17000. ليش في مجوهرات في النص؟ لا بس اظن من التوباك. وانا شو اللي غالي عندي يباع؟ والله ما اعرف شو الغالي صراحه. محتاج معلومات زياده بخصوص الموضوع لان قام الحين بيشلون عني اكثر معناه شيء ممتاز. انزين شو اخبار السفاره؟ الانسو دي سي ريكويرز 84 انستاد كارت 65. اوكي علاقات يبالها 80 يوم يبالها وقت طويل والله العلاقات الدبلوماسيه مش شيء سريع. انزين
اويل ريفاينري لحظة يبالنا اويل ريفاينري. وين في اويل في البحر؟ عندنا في اويل، في اويل، أويل. هذا سفينة، هل في مكان واضح ان في اويل ولا ايش يسوي؟ برديوس اويل ان ناتشرال غاز فروم اوف شور. انزين اوكي مشكلة، انت بتسوي لي بترول وكل شيء، بس تعرفون شو لحظة هذا احطه هني عند المنارة. المشكلة هني ميباله مكان معين جدا ولا ما يروح، فشكلي بحطيه جنب هذا لان هذا مال سمت صح، بحطيه جنب هذا سوي له شارع، خلى ننتج بترول والبترول هاي تم تصديره. زين خلينا نرفع ميزانيته على طول. كاثوليك ماشين اوكي الى اخره، برايكم شو نسبة التصويت؟ زين يا جماعة الحين شو سوينا هالحلقة؟ ما عاد اني قاعد تجيب العيد تجيب العيد تجيب العيد، في شيء ثاني ما اعرف سويته؟ لا زين زين زين، وضع الاقتصادي جيد جدا يعني بالنسبة ثابت. اوكي تشوفون مدخول انتم كله في السالب، بس الحين بعد قاعد يستوي عندنا بترول، لا تنسون هالشيء. تو قام الحين بدينا نصدر بترول، الحين بدينا نصدر بترول. البنك والعماير لحظة خلنا نحط لنا هني، مش مكتبة نبا، لحظة خلنا شكلها لداخل مكتبة نباف ويها مدرسة ثانوية نباف حديقة بالطريقة هاي، وشارع هني شارع بالطريقة هاي، بس ما يبالي أكثر، ما يبالي ما يبالي. هاي البنك المركزي مالنا، خلاص بسمي الحلقة البنك المركزي شكلي. اوكي ثانك يو، ادري بك انت انسان محترم. قاعد نبيع من الحين، شو اسمه عندنا ناتشرال غاز، غاز طبيعي عندنا كان هناك، هني عندنا بعد ناتشرال غاز، نايس. هذا ها ساير، وين ساير؟ ياه على بالوحش هذا، 30,000 كله هني مكان واحد تشلونه بس. اوكي وين بيروح؟ زين ها هو يحط رق وين يبا، شوفوا شوفوا حاط له رق هني، رق بترول او انه يشيل منه بترول، عادي والله جميل، والله وايد حلو وايد حلو. خلنا نحط لهم مطعم ونحط لهم سرك، خلاص يعني حط سرك. ويست تريتمنت بلان هاي شو يسوي؟ يقلل التلوث واللي هو ممتاز، عندنا منطقة صناعية نحن هني كاملة، بنحطيه هني تقريبا، مش تقريبا بحطيه هني، خليه ينبني. هاي كان بالنسبة لنا مدينة البنك المركزي اللي سويناه. الحلقة طويلة للغاية، واعتذر عن طول الحلقة لو ان البعض، انا اعرف يقول خلي كل الحلقات ساعة، انا اعرف في شباب يقولون نفس الكلام هذا، لكن نشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة على خير. مشكورين على التواجد على مشاهدة الحلقة، كان معكم خليل من خليل جيمينج، ونشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة على خير من تربوكيو وستي سكاي لاين وجميع الالعاب كلها المهم، بس بنكمل ان شاء الله تربوكيو معاكم، وحياكم الله.